مراسلة المشاهدين الكرام متابعي قناة شفت بي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وهذه المراسلة من هنا من ساحة الهليمة الشهيرة والمعروفة هنا بالعاصمة الإسماعيلية. أجواء جميلة ورائعة هنا بهذه الساحة تزامنا مع نهاية الأسبوع، وكما تعرفوا مشاهدينا والجميل هو أنه هذه المرة نهاية الأسبوع يعني صادفت الاحتفالات ديال الليالي يعني عاشوراء، وكنعرفوا هذه المناسبة العشر الأوائل الأيام العشر الأوائل يعني من محرم اللي كتكون يعني عنده واحد أجواء خاصة. كل مدينة كتكون عندها يعني عندها تقاليدها، عندها اللي كيدخل في إطار يعني الموروث الثقافي والموروث ديال كل منطقة. كما كتشاهدوا معنا اليوم يعني تبارك الله يعني مدينة مكناس، وهنا بالضبط بوسط المدينة بساحة الهديم طبعا كما كتشاهدوا معنا والمعروفة، واللي ما زالت بها أشغال ديال إعادة تأهيل والتثمين اللي ما زالت مستمرة مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في. كنلاحظوا يعني كاينة الدنيا كما قلنا دنيا عامرة ما شاء الله، الناس خارجين رفقة الأبناء ديالهم. الجميل والأكثر من هذا هو حضور ديال عدد ديال الساكنة اللي خارج أرض الوطن، وكذلك خارج أرض الوطن وخارج المدينة، زوار مدينة مكناس، وزيد على ذلك كما كتشاهدوا معي في الصورة سياح من دول أخرى اللي الحمد لله يعني القطاع عرف انتعاشه مؤخرا وعودة الوفود السياحية والأجانب اللي كبداو كي يعني انتعشت معهم الحركة، لا الحركة التجارية ولا الحركة ديال عدد من المؤسسات الفندقية والرياضات ولي ميزون دوت وعدد من وهنا يعني كتقول معاهم لي ريستو معاهم مجموعة. من جانب آخر فأنتم معنا الآن وعلى المباشر متابعينا ومشاهدي قناة شوف تي في. من جانب آخر فكما غادي تشوفوا معي هنا غادي ناخذوا على مستوى الشارع ولا مستوى حركة السير والجولان هنا، فكما كتلاحظوا اختناق في هذه الآونة في هذه اللحظات، هذه اختناق مروري اللي تقريبا اللي كيمتد من 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 المدار ديال زين العابدين حتى يعني تقريبا مرور حتى الروامزيل والحبول. يعني هذا المدار هذا يعني كاين واحد كما كنقولوا واحد الاختناق مروري، ولو يعني المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها العناصر الأمنية وشرطة المرور اللي متواجدة طبعا بعين المكان مشاهدينا، وهذا الشيء غتشوفوه معنا الآن من خلال هذا البث المباشر. غنقربكم من الأجواء هنا بساحة الهديم وكذلك بهذا المدار وبالباب منصور التاريخي اللي كتشاهدوه معنا الآن مازال واخد الغطاء للأشغال اللي كدار فيه والأشغال اللي كتقام في هذه الأثناء. هذه كما قلنا كاين تواجد ديال العناصر الأمنية فضلا على يعني الفرقه السياحيه اللي حاضره هنا بالساحه وبمختلف ازقه المدينه القديمه اللي كتواجد بها رياضات ومنشات سياحيه كما كتشاهدوا معي الان، و دائما وعلى المباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في كنقول لكم هذه الاجواء هذه كما كتشاهدوا الشارع مملوء عن اخره. الناس كتلتقط صور فكتبقى الباب منصور، علاش كيبقى عنده يعني الباب منصور يعني كيبقى من الابواب التاريخيه العريقه والمعروفه، وزيد على ذلك عدد من المآسر وعدد من المناطق هنا بمدينه مكناس. فمدينه مكناس يعني مهد ديال العدد من السلاطين والملوك اللي داس من هذه المدينه العريقه والتاريخيه واللي كيبلغ العمر ديالها. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما قلنا حركه مرور يعني نعم خرجوا من الطريق حركه ديال المرور كما قلنا يعني الدنيا عامره كما كتشاهدوا معنا وعلى المباشر الناس خارجين فكاين الى جانب انه الى جانب الساكنه المكناسيه فكاين عدد من
عدد من المواطنين وعلى المواطنات والزوار المدينه اللي كيجيو من كذلك من المضاشع، كيجيو من خارج المدينه، خارج مدينه مكناس، يعني من مول ادريس، كاين بوفكران، لانه كنعرفوا انه المدينه كاين عدد من المدن والمراكز المجاوره لها لا المستوى القروي، ولا كذلك الناس في ميساس، عدد من الناس ديال مدن كيجيو من مدينه مكناس الاستجمام، كذلك التقضيه، لانه بحكم انه تبارك الله الاسواق ديال مكناس كل شيء موجود، كل شيء طري، كذلك الاثمنه مناسبه، هذا الشيء باش كنشجعوا كذلك الزوار، لانه نشجعوا الناس على السياحه الداخليه، لانها فيها انتعاشه لعدد من القطاعات والعدد من الناس. فدائما مشاهدينا وكما كتابعوا معي وعلى المباشر، غنرجعوا لساحه تهدين ونشاهدوا ونكملوا معكم الاجواء ونكملوا معكم هذا البث المباشر. صراحة فملي كتكون هنا بالضبط هنا بساحة تهديم وهاد الأزقة المجاورة لها والمدينة القديمة، وفاش كتدخل للساحة ديال هنا لساحة اللاعودة والمسجد يعني والستينية وعدد من المآتير، فصراحة كتعيش واحد والتهبط حتى السجن القارة هنا، يعني باقا أغلب هاد المآتير مازال الآن كتاخذ يعني باقا في طور يعني كأشغال لإعادة التأهيل والتثمين كما كتشاهدوا معي هنا. فاغلب كذلك باب جامع الانوار كذلك حتى هو كيعرف اعاده الترميم، فعدد من المآثر كما قلنا في هذا اطار برنامج ديال اعاده تاهيل وتثمين المدن العتيقه اللي عرفته عدد من شحال من مدينه في المغرب استفدت من هذا المشروع هذا صراحه. ولكن كما كنقول هنا في مكناس عنده واحد الطابع خاص، واحد الطابع يعني سبيسيال، يعني كاين عدد كبير ديال المآثر التاريخيه. على ما اظن ان مدينه مكناس هي اللي كتحتوي على اكبر عدد ديال المآثر التاريخيه في المغرب، لا من ناحيه الاسوار ولا عدد الابواب ولا عدد السقايات ولا عدد الرياضات، ولا يعني كاين اكبر وعاء عقاري على المستوى الوطني على ما اظن. وكنتمنى الا كان هذا المعلومه غير صحيحه، هذا يعني اكثر من 47 كيلومتر كتتواجد غير ديال الاسوار هنا بمدينه مكناس. هذا عامل من العوامل اللي صراحه كنوجهوا التحيه للمسؤولين هنا، وخصوصا يعني اللي كيترأسوا هذه الاشغال هنا بمدينه مكناس وعلى راسهم عامل المدينه طبعا، اللي صراحه واخدين واحد يعني كاين تحدي بهذا المعنى، كنقولوا كاين تحدي، كاين اكراهات، كاين مجموعه من الاشياء، انه خصوصا فيما يخص هذا المجال العقاري وما يعني ما رامته من تغييرات، وكاين الناس ديال الطاولات، وكاين الناس كل واحد كاين مجموعه ديال السلوكات دارت في هذا الاطار هذا ديال انه عدم المحافظه ديال بهذا المعنى ديال بعض الناس اللي ما حافظهاتش على ذاك التاريخ. كندويو على الاسوار، كندويو على عدد، وزيد على ذلك التمدد ديال المدينه، ان المدينه كبرات ما بقاش المدينه اللي كانت. نعم كما كتسمعوا معنا الاطفال يعني كيلعبوا قبل، كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وعلى المباشر، وليدات صغار بالطبل مقصرين يعني قراقب والطبل، هذه ثقافه. هنا كنشوفوا احد الوفود السياحيه كذلك. فهذه هي الاجواء هنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في بساحه الهديم الشهيره، واللي كما قلنا انه في واحد الوقت الان الحمد لله كاينه ديناميه كبيره من اجل اعاده تاهيل العقار التاريخي او التراث المدينه واعاده تثمينه، وهنا عدد من المساجد الان كذلك كتعرف عمليه الترميم، اعطاء ديناميه وروح جديده. هذا الحمد لله كما قلنا قام به السيد المسؤول، ومازال العمل ان شاء الله. كنتمنوا انه يعني تغلبوا على جميع الصعاب وجميع الاكراهات، من بينها يعني قله الشركات اللي كتخدم في مثل هاد المنشات وفي هاد العقارات، ما كاينش شركات يعني بزاف اللي كيخدموا، اللي ممكن تكون يعني يخافوا بواحد المنافسه. كنعرفوا ظروف الاشتغال كانت يعني مجموعه من الاشياء. عوده مره اخرى مشاهدينا، وغنغلقوا هذا القوس ديال اعاده التاهيل
التتمين والإكراهات والمعيقات، ولكن هذا الشيء كامل خاصو يدوب، لأنه كاين مسؤولين الحمد لله خاصهم يبدعوا ويبتكروا حلول وإيجاد حلول باش ما، لأنه المدينة خاصة ترجع لها بريقها ويرجعوا لها المآثر ديالها، ويكون التثمين في مستوى الانتظارات ديال الساكنه المكناسيه، لانه كنعرفوا الان انه الناس غير بعدد من المدن الان كنعرفوها مدن عالميه اللي ولات كتاخذ الصبغه العالميه، باش بلا يعني مثلا بشي حويجات اللي هي كتبقى كما كنقولوا من التراث اللامادي ديال 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 ديال, ديال, ديال هذوك الناس ديال هذوك الدول، يعني ماشي معتمدين على شي فنادق فخمه ولا شي، خدامين على المآثر ديالهم. وراه كنعرفوا الناس اللي كتمشي كتريزيرفي رحلات ب 20000 درهم 15000 درهم باش تمشي تشوف غير واحد الساحه وتصور حدا واحد المناره ودير واحد اللقطات ويدخلهم عنده، يعني عشاق السياحه عشاق علاش لا، حتى حنا ما نستثمروش في التاريخ ديالنا، ويكون هو مصدر للتنميه، ويكون هو كذلك دافع من دوافع التنميه، وهذا هو ما نتمنى ان المسؤولين يعني يترجموه على ارض واقع بمشاريع وب ب ب ب ب يعني بافكار اللي تكون مبدعه، انه خاص يكون الحل. هذا هو اللي كاين مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تابعي، عوده اليكم مره اخرى، كيف هي الاجواء عندكم بهذا الاثناء بالمدن ديالكم؟ اذا ممكن تشاركونا. مهند خويا تحياتي ليك، وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بهولندا، دائما ملك تحياتي ليك اختي، مرحبا الله ودي، تحيه لكل عشاق العاصمه الاسماعيليه وهذه الاجواء، كنسمعوا الطريجه كنسمعوا الدربوكه كنسمعوا يعني ديك الاجواء اللي كنا في بعض المدن، صراحه في بعض المدن والله الا تفتقد هذا الشيء، والله العظيم انا كنسمي مدن اسمنتيه، مدنها موبلات ما بقاتش كتسمع فيهم حتى طريجه في هذه العواشر، ما بقيتيش كتسمع، هذا ثقافه شعبيه تقليديه شي حاجه اللي كبرنا فيها من الصغر ديالنا، بعيدا عن اي قراءه او بعيدا عن الناس باغا تضحك وتفرغ ذاك الهموم ديالها في طريجه وفي اغنيه وفي جماعه، فين الى رجعنا واحد السنوات شويه التسعينات كيفاش كانت كتكون عاشوره، خلينا من هذا القنبول وشي كيبدع في ولو انه يعني هاد المفرقعات وهاد القنابل اللي كيديروا هذه كتشك بعض المرات كتقول ولي هادو مالهم محاربين مع بعضياتهم وكل معمر من جهه، ولكن رغم يعني المجهودات الكبيره اللي كتقوم بها صراحه المصالح الامنيه، وشفنا صراحه عمليات نوعيه ديال انه تشدوا دي ستوك ديال بصح دي ستوك تشدوا في مجموعه من النقاط بالمغرب اللي يعني كانت تدخلات نوعيه قبل ما تكون يعني قبل ما توصل وتكون الذروه ديال هاد يعني في الذروه ديال ليالي عاشوراء، وهذه كنعرفوا انه الدراري كيبغيو يلعبوا هذه، ولكن هذا الشيء كيخلق مشاكل في الاخير. هنا كنوجهوا نداء لجميع الاباء والامهات، كونوا رادين البال مع الوليدات، باغي 100 ريال إذا ما مولوش عارف واش غيدير بها ما تعطيهاش ليه، باغي 1000 فرانك ما تعطيهاش ليه، باغي تضحك أنت وياه ولا باغي تلعب أنت وياه، راه هذا هو الغريب، هو أنه كتلقى بعض الآباء ولا بعض الأمهات الله يهديهم، البعض ما كنعموش، أنه كيمشي كياخذ باكية ولا كياخذ كذا وكيتقدى وكيجي وكيبدا كيلعب هو وولده وكيطبع معاه، حتى الوليد كان باقى فيه واحد الرهبة ولا واحد الخوف من داك الشيء حيت كيترطاقو وكيطبع عليه مع أنه يشعل ببريكة، بعدا يشد بريكة ويبدا يشعل بها، كيشعل بها واحد المتفجر اللي غادي، واخا داك الشيء راه صغير وكذا، ولكن راه ممكن يكون خطر، ممكن ترطق ليه في يده، ممكن هنا كطبع عليه، هذا العام لعبتي معاه أنت، العام الجاي غتلعب معاه أنت، العام الثالث غادي يلعب الراسو، ومن غيلعب الراسو تحمل مسؤولية ما سيقع. فهنا السؤال كنقولوا هنا الناس خاصها تاخذ الحيطة والحذر ديالها تجنبا لكل هاد المشاكل هادي. فوقيتنا كما كنقولوا كنا كنجيو كنلقاو خواتاتنا وبنات ديال الدرب وكل شيء جالس جالسين قدام الباب ديال الدار ولا مجمعين في الدار الداخل، وهذه دايره طريجه، هذه دايره سينيه، هذه دايره كيسان، وواحد الجو زويون وكيتنسى فيه المشاكل، وكتنسى فيه علاش ما نشرتيش عندي، علاش خليتي عليا، كيتنسى فيه المشاكل، كل شيء كيذوب واحد الجو اللي جميل، وواحد الجو لانه هذا هو اللي محتاجينه، انه بركه ان من من من, من كل يسد عليه بابه وكل عادي وكل عادي، فهذيك الفردانيه راه ما مسلكاش، رحنا شعب كشعب في ثقافتنا الفردانيه، وانه تبقى الفرد كل فرد يبقى فرد راه ما مسلكاش بيني وبينكم، حنا طبعنا اجتماعي، طبعنا اللي كيبغي كتشوف الوليدات كيجي كيقول لك ولا هذا
صوروا معايا هذه ديك الصينيه اللي كانت كدار الامهات كيفرقوا سميتها الشريحه داك كما كنقولوا الفاكهه حتى هي كتقدى بهذه المناسبه. مجموعه من الاشياء مشاهدينا ومتابعي قناه شفت اللي كتفتقد مؤخرا، ولكن باقى اسر اللي كتحافظ على هذه التقاليد وعلى هذه الجلسات، لانه المبتغى راه ماشي هو ماكله اللوز، المبتغى هو هذيك الجماعه وديك الجلسه الزوينه، وانه كتنسى انك كاعي عليا ولا انا كاعي عليك ولا انت هذه ولا هذه. هذا هو المبتغى ديال كل هذه الاسر اللي كتجتمع. اما باش ياكل اللوز واتاي ولا ياكل قصريه ديال الكسكسو، هذه راه الماكله ديما بنادم كياكل، الاهم كتشوف الغايه اللي هي القيمه من يعني الهدف من ديك الجلسه، راه هو انه تقربوا لبعضياتنا ونكونوا دائما يد واحده، لانه الله مع الجماعه. وهذا هو اللي كاين مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. كنتمنى نكون من خلال هذا البث المباشر قربناكم من الاجواء هنا بالعاصمه الاسماعيليه، وتبارك الله كانت كذلك افاده مع بعضياتنا اللي عرفناكم حتى اللي ما عارفش فين وصلت الاشغال هنا لانه غادي يتساءل غيقول مالو كيدور في الساحه وهي مغلفه وفيها الحديد وهذه، فراه عدد ديال المآثر وديال المناطق التاريخيه هنا بالعاصمه الاسماعيليه كتعرف اشغال في اطار يعني برنامج اعاده تاهيل وتسمين المدن العتيقه، المشروع الملكي اللي الحمد لله مازال مستمر واللي انطلق في 2019 وسينتهي في 2023 في انتظار ان شاء الله انتهاء الاشغال. وكنتمنى التوفيق للكل اللي كيقوم بمجهودات كبيره من اجل انه يعني خلق ديناميه وخلق روح جديده في هذا المشروع هذا، ان كنوجه له الشكر والتثمين. مرة أخرى أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في نهاية هذا البث المباشر كان معكم مراسل قناة منير معطاوي من مكناس، إلى اللقاء.